حياكم الله أعزائي المشاهدين، وصبح عليكم بالخير في هذه الأجواء وبطولة أمير البلاد للرماية، هذه البطولة الكبرى الجميلة اللي استمرينا إلى الآن في نادي الرماية الكويتي، ومتواصلين معاكم في يومنا الخامس لهذا اليوم. وطبعا نبارك لإخواننا وأحبتنا الفائزين في الكلاسات الماضية في الميادين، ونتمنى لهم دائما كل التوفيق. وراح نشرح معاكم في التفاصيل اليوم الكامل طبعا اللي كان أمس، وأيضا ناخذ برنامجنا ونتائجنا في الأمس، وأيضا نبدأ على جولتنا اليوم. أنا وأخوي محمد الفهد حكمنا، أبو جاسم صبحك الله بالخير. صبحك الله مثلا، الله يعطيك العافية. طبعا احنا قبل لا نطلع نشرح شنو برنامجنا اليوم وشنو نتكلم عنه. نتكلم عموما عن، ودنا نتكلم أيضا عن البطولة، نتكلم عن البطولة عامة، عن البطولة، وأيضا نتكلم كبداية. بسم الله الرحمن الرحيم، صبح عليكم وعلى أعزائي المشاهدين. طبعا اليوم بداية الحمد لله، يعني البطولة بداية البطولة اليوم ما في أي اعتراض، ما في أي مثلا بروتست تقدم من المشاركين في البطولة للجنة الحكام. وللآن الحمد لله يعني تم نجاح بطولة مسابقات الاسكيت، وتم حصول الفريق الكازاخستاني طبعا على لعبة الأمس المكستيم، على حصول على المركز الأول جولد ميدل، وطبعا الفريق الثاني حصل على الجولد ميدل هم الكازاخستاني عندنا، وكان الفريق القطري محصل على المركز الثالث، وفريق البحريني حصل على المركز الثالث مكرر. نعم. والحمد لله بدون أي اعتراض، بدون أي مشاكل حصلت معانا في الميادين. وطبعا الحين بداية اليوم راح تكون على لعبة التراب، هي لعبة غير مختلفة عن اللي ابتدينا فيها المسابقات. لعبة الاتراب تتكلم عن خروج الأطباق من تحت الأرض، غير عن لعبة الاسكيت. نشرح للمشاهدين الأعزاء أكثر. نعم. أبو جاسم، نشرح لهم. لعبة الاتراب هي تكون 15 ماكينة تحت الأرض، طبعا مجهزة بطريقة أولمبية لخروج الأطباق في زوايا معينة. طبعا الرامي هني يكون التحدي معاه، أنه كيف حصوله على الأهداف الصحيحة وإصابتهم بشكل صحيح خلال المحطة. هي 5 محطات، تختلف عن لعبة الاسكيت اللي هي تكون عن طريقة أبراج في جانب الميدان بالهاي هاوس واللو هاوس، ورمايتهم اللي تكون عكسية بالمحطات الثمانية في الجولة. أخوي طبعا بصقر، اليوم المشاركين معانا من في لعبة التراب تقريبا ما يقارب 150 رامي في مسابقات التراب، مختلف من مختلف الدول المشاركه معانا، ونرحب فيهم. طبعا هم اليوم بدايه اليوم الاول لهم رمايه، وما شاء الله نفس ما قاعد نشوف انا وياك اخوي بصقر القيوم، يعني عندنا امطار في مجمع الميادين صباح الاحمد جابر الصباح. وطبعا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق والرمايه في هذه الاجواء، وعسى الله يوفقهم في يومهم الاول. بالبداية راح يكون الرماية في ميدان رقم 4 للسيدات. نعم. طبعا السيدات المشاركين معانا في ميدان 8 هم فيكتور من كازاخستان، عفوا هم اللي مشاركين يا السيدات. نعم. أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم إلى ما يطلع النتيجة أخوي أبو جاسم في هذه البطولة اللي كما ذكرنا اليوم الخامس لهذه البطولة. نعم. انتهت لعبة كما ذكرنا أبو جاسم، انتهت. نعم. لعبة سكيت خلاص. نعم. انتهت، ما في ألعاب، ونبارك الفائزين. لكن نشوف اليوم بداية قوية جدا كما ذكر أخوي أبو جاسم، أن 150 لاعب لهذا اليوم، يومنا الخامس في بداية اليوم. هي تستمر البطولة على 3 أيام. نعم. إن شاء الله، وعلى 5 ميادين راح تكون الرماية من ميدان رقم 2 لغاية. نعم. ميدان رقم 6. نعم. الرماية راح تكون طبعا بداية في ميدان 2 راح يكون رجال، وميدان 3 و4 راح يكون سيدات. والناس ما تكلمت وياك أخوي توا، وصلت لي الأسماء المشاركين في ميدان رقم 3. نعم. مروة من البحرين، خلود من قطر، سارة الحوان من الكويت، مارية من كازاخستان، أسماء من الكويت، لي من لبنان. ميدان 4 راح تكون معانا فاطمة من الكويت، مريم من البحرين. نعم. وري من لبنان، وشهد من الكويت، وبالا من الفلبين، وأزه من كازاخستان. نعم. هم اللي راح يكون مشاركين معانا، راح نشوفهم، نشاركهم بالنقل المباشر إن شاء الله.
اللي راح يكون ميدان 4، والميدان 5 راح يكون رجال، وميدان 6 ايضا راح يكون رجال، وهم اللي ميدان 5 راح يكونون الرماة فيكتور من كازاخستان، ناصر من قطر، كارلوس من الفلبين، ألين من لبنان، سيف من الإمارات، وماجد من الكويت. نعم. وميدان 5 6 راح يكون زهير من المغرب، كاشان من سوريا، وخليل من جوردن نقول الأردن، وعندنا مرزوق من الكويت، ووليد من لبنان. نعم أبو جاسم. نعم. أنت شرحت وبنتكلم أكثر عن الأجواء نشوفها. ايه؟ فيها هواء وجميل وبارد. ايه؟ أيضا فيها غيم وشوية مطر. صحيح. اللاعب هذا لما يشوف الأجواء قبل لا يدخل هذه الجلة، للأمانة هو اليوم في صعوبة للرامي خاصة في بداية يوم الأول. نعم. للرماية. نعم. وهذه الأجواء شوية راح تكون الرؤية عنده غير واضحة. نسمع احنا قاعد نشوف أمامنا يعني قيم، وتدري أنت الشمس هي صديقة الرامي في الرماية. نعم. لوضوح الأطباق ورمايتها بشكل صحيح، بس في القيم راح يتغير نوع العدسات اللي هو يلبسها يستخدمها الرامي أثناء الرماية. نعم. وراح تكون تركيزه شوية مع الهواء على الطبق زيادة، ويعني إن شاء الله نتمناهم أول يوم رماية توفيق. نعم أبو جاسم، أمس وإحنا نتكلم في تحليلنا. نعم. تكلمت أيضا تواجدكم كحكام وجهودكم الواضحة. أيوة. إن طال عمرك إن أنتم عندكم ميزان للطبق. نعم. وميزان للمكينة. صحيح. اللي تحدد شفتوا الجو توزنون. نعم. هذه الشغلة نبي. نعم. نتكلم عن الموضوع هذا عشان مشاهدينا الأعزاء يفهمون أكثر. صحيح. يعني أي تغيير جو أنت توزن. صحيح. الطبق. صحيح. نعم. إحنا بالبداية أول شيء يكون قبل بداية اليوم الرماية يتم تجهيز الميادين أو طريقة ترتيب الميدان على حسب الأجواء راح تكون يعني مستقبلا. يعني نقول إحنا لباكر نشوف شنو الأجواء، هل فيها أمطار، هل فيها. نعم. نسبة هواء، تكون ضبط الميادين على هذه طريقة زوايا الأطباق مع إحنا نقول الفيرتيكال مال الطبق نفسه خروجه من المحطة من الماكينة والمحطة يكون واضح للرامي. نعم. وبالإضافة إلى اليوم أول ما نوصل إلى الميدان الساعة 6:30 الصبح أو 7. ايه؟ يتم إخراج الأطباق وفحصهم قبل بداية الجولة، قبل مشاهدتهم للرامي، ونشوف إذا كان في تغيير مع نسبة الهواء اللي كانت يعني موجودة معانا حاليا أو نفس الترتيب اللي كان حاصل للميادين في اليوم السابق له. أبو جاسم ودي أتكلم بقطع كلامك شوية. ودي أتكلم إحنا راح نبدأ بأربعة. أي نعم. بس نذكر أعزائي المشاهدين راح نبدأ في ميدان 4 إن شاء الله وميدان 3. نذكر اللاعبين اللي في ميدان 4 عندك. الميدان 4 الساعة 9 إن شاء الله مشاهدينا الأعزاء. نذكر إن راح نبدأ إن شاء الله إن شاء الله في ميدان 4. في ميدان 4. وميدان أقل من 5 دقائق إن شاء الله. أي نعم. ميدان 4 المشاركين معنا هم السيدات. نعم. في مسابقات التراب اللي راح يكونون معنا فاطمة عبد الملك من الكويت، ومريم. نعم. سلطاني من البحرين. نعم. وري من لبنان، وشاهد الأحوال من الكويت. نعم. وبيلي من الفلبين، وآسا من كازاخستان. هم اللي راح يكونون 6 رومات المشاركين. نعم. معنا في لعبة التراب في. نعم. اليوم الأول في ميدان 4، وهم أول جولة لهم. نعم. نشوف أمامنا أبو عبد أبو جاسم. نعم. شنو تجهيز الحكام وأيضا شنو التوجيهات لإخواننا الرمات ولا الراميات، شنو المدرب أو نقول المدرب ما يخالف. نعم. المدرب شنو توجيهاته الأخيرة وننتقل إلى الحكم شنو توجيهاته الأخيرة للاعب. طبعا بالبدايه احنا لو نشوف ناس ما قاعد نشوف قدامنا اخوي بصقر، المدرب. نعم. يكون اخر محطه وصول. نعم. مع الرامي. نعم. قبل دخوله للميدان. نعم. في حال دخوله للميدان لا يحق للرامي مشاركه المدرب في اي معلومات الا خارج المحطه او خارج الميدان بعد انتهاء الجوله. طبعا يكونون مجهزين، هو المدرب يكون مع الرامي يعطي توجيهاته ملاحظاته في الايام السابقه له في الرمايه، والاضافه الى معداته واحتياجاته الخاصه في داخل الجوله. وطبعا من خلاله يتم استلام اللفه الحكم الرئيسي للميدان وفحص اسماء الرمات، ومع بالاضافه الى معداتهم هل هي مطابقه للشروط الاتحاد الدولي او غير مطابقه. وطبعا بدايتها يكون في عرض للاطباق.
15 طبق اللي هم اللي راح يرمون عليهم الرماة في الجولة، وبعدها يتم فحص السلاح والاستعداد للرماية بداية الجولة الساعة 9 صباحا. نعم أبو جاسم الله يجزاك خير على الشرح الجميل جدا. نبي نتكلم أيضا الأطباق. نعم. الأطباق عدد الأطباق هي. نعم. الأطباق اللي تكون مثلا تجي مكسورة دائما. نعم. الأمور هذه الأشياء اللي تصير حول الماكينة، بتكلم عن الماكينة. نعم. في البداية طبعا عدد الأطباق الأطباق اللي راح يرمون عليها الرماة في الجولة هم 25 طبق. نعم. يخرجون من 15 ماكينة. نعم. تحت الأرض. نعم. مجهزة في برنامج على جهتين؟ لا، جهة واحدة من تحت الأرض راح يكونون ويطلعون للرامي من الرامي. يعرف وين؟ اي نعم. طبعا هو ما يعرف الجدول اللي هو أو البرنامج اللي موجود على الميدان راح يرمون عليه إلا في مشاهدته أثناء الرماية. نعم. يعني ما عنده علم في باليوم السابق للرماية إلا في الاجتماع الفني يكون هذا الجدول، بس إنه بالميدان ما يشوف الأطباق. نعم. إلا بداية الرماية. صحيح. نعم. مرحلة واحدة ولا أكثر من مرحلة؟ طبعا 25 25. اي نعم، هم اليوم عندهم راح يكون جولتين. نعم. 25 طبق في ميدان و25 طبق آخر في ميدان آخر. طبعا الحين من الناس ما أنا قاعد أسمع أنا وياك أخوي بصقر فحص الأسلحة قبل بداية الرماية. نعم. واستعدادهم للرماية الجولة الأولى في مسابقات التراب إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو جاسم، الله حللنا وحكمنا محمد الفهد، تواجدك جميل جدا أبو جاسم، ما هي مجاورة، أنت من بداية البطولة معانا. إيش رأيك نروح لجولتنا ونبدأ جولتنا، ودائما نقول الله يوفق الجميع أجمعين إن شاء الله. شكرا يا أبو جاسم. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين نروح معاكم إن شاء الله في بداية هذه الجولة في ميدان طبعا 4 وميدان 3، كل التوفيق لجميع لاعبينا وحياكم الله في هذه البطولة الجميلة. إلى الميادين. أهلا بكم برض السلام.
عندنا اهلا هلا 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 اهلا هلا بك عندنا وبيننا اهلا هلا 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 اهلا هلا بك مرحبا يا ضيفنا هلا هلا اهلا هلا اهلا هلا بك عندنا وبيننا حياكم الله أعزائي المشاهدين نصبح عليكم مرة أخرى في تواجدنا في انطلاق يومنا الخامس لبطولة أمير البلاد حفظه الله ورعاه الكبرى المقامة على نادي الرماية الكويتي وأيضا نشوف بداية انطلاقة في الميدان 3 وأيضا ميدان 4 في الجهاز طبعا الأجواء كما تحدث معنا أخونا محمد الفهد حكمنا إن شاء الله راح يعود معنا بعد قليل بإذن الله نشوف أيضا اللاعبة اللبنانية طبعا جولة ميدان 3 وميدان 4 للراميات لهذا اليوم وإن شاء الله راح نشرح أكثر لما يوصل أخونا أبو جاسم طبعا كان في مشكلة بسيطة في أحد المكائن خروج الأطباق ولكن طبعا جهوده واضحة أخونا أبو جاسم محمد الفهد في هذه البطولة من بداية البطولة متواجد معنا لتعليق وتحليل لهذا اليوم وأيضا أعزائي المشاهدين نشوف الأجواء شوية كان غائمة وأجواء شوية أنا أعتقد أن الشرح اللي أخذناه خلال البطولات الماضية والبطولة هذه أن الجو المناسب هو الجو الشمس للرامي تكون واضحة لكن الحين فيه شوية تغيم فيه شوية هواء فتأثر على اللاعب أو الرامية لهذا اليوم نشوف أيضا تواجد على الميدان 4 وميدان 3 نشوف ميدان 4 وميدان 3 ان شاء الله راح نشرح لكم اكثر ان شاء الله لازلنا متواصلين معاكم اعزائي المشاهدين في نقلنا لهذه البطولة نشوف بعد ايضا السكور على الشاشة في انتظار إن شاء الله الانضمام لأخونا متواصلين أعزائي المشاهدين في هذه البطولة الكبيرة بكل صراحة في تواجد الوفود والإداريين في المنتخبات المشاركة في بطولة أمير وايضا لا ننسى نشكر اخواننا في الميادين من حكامنا الاعزاء اللي تواجدهم للبطوله وانطلاقه هذه البطوله طبعا منذ الصباح مدير الميادين اخونا مشفي مطيري ابو حسين على تواجده وايضا عندنا فواز الصقر وايضا عندنا محمد الفهد ان شاء الله ما ننسى اسماء ان شاء الله نتمنى التوفيق لكل اخواننا وأحبتنا لهذا اليوم وأيضا أرحب إن شاء الله في أخوي وزميلي المرافق خلال المدة الماضية من الاستديو إلى التعليق الداخلي أخوي أبو جاسم نحيي أخوي أبو جاسم في هذا اليوم ودائما في هذه البطولة الجميلة وأيضا كما ذكر أخوي أبو جاسم تواجد هذا اليوم الأجواء شوية الغائمة تؤثر على اللاعب تؤثر على أيضا على النظر الخفيف حياك الله أبو جاسم
نصبح عليك ايضا. صبحك الله مثله يا حاج غالي. ما شاء الله اليوم امطار خير. الحمد لله. بس طبعا الاجواء المشمسه، الاجواء الجميله هي المش يعني الشمس للاعب، انت كما ذكرت في لقائنا السابق صديقه اللاعب. نعم نعم يحب الشمس. يعني هل الجو هذا له تاثير نظري؟ يعني شويه يكون رؤيه غير واضحه للرامي، لانه يكون متعود على يعني مثل ما تقول باك جراوند معين في الرمايه، يكون في اضاءه لوضوح الطبق، لان الناس ما قاعد نشوف الطبق لونه يكون فسفوري، فمع الشمس يكون شاب زياده. في حال انه والله الحين الاجواء قيم وهذا، ممكن للرامي انه يكون رمايته يعني له افضليه ترامي عن رامي يعني اخر. مثلا احنا نتكلم مثلا عن الرمات اللي كان جايين دول بارده او دول تغريب الامطار، متعودين على الرمايه اليوميه في هذه الاجواء، فراح تكون عنده رمايه سهله. اما الرامي احنا نتكلم الخليجي او الرمات اللي كانوا يرمون في اجواء مشمسه، راح تكون صعوبه عليهم الرمايه في هذه الاجواء. نعم ابو جاسم، نشوف حكمنا، نذكر حكمنا. نعم اخونا علي الشطي من الكويت هو الحكم ماسك الميدان رقم 4 وحكم الرئيسي، والله يعطي العافيه وعلى جميع حكامنا المشاركين في هذه البطوله وتغطيتهم للميادين. لا ننسى ابو جاسم ايضا. نعم. شكر كبير لاخواني واصدقائنا وزملائنا في وزاره الاعلام على هذا النقل الجميل، ايضا تواجدهم في الميادين، تواجدهم خلف الكواليس خلف الكاميرات من جميع الطواقم طبعا اللي متواجدين لنقل هذه البطوله الجميله. نعم. في المحطه رقم الحين اسمع، قاعد نشوف ويانا الرمات المشاركين فاطمة عبد الملك ومريم سلطي من البحرين، وري باسيل من لبنان، وشهد الأحوال من الكويت، وبالي من الفلبين، وأسين من كازاخستان. هم المشاركين معانا في ميدان رقم 4، والآن يرمون على 25 طبق في 5 محطات على طريقة لعبة التراب، وهي لو نلاحظ معانا الرامي يركب السلاح مو نفس التسكيت، يكون السلاح تحت نازل على اللاين. نعم. نرى أمامنا أبو جاسم أعلى نتيجة محققتها أسين. نعم. من كازاخستان، وعندنا مريم من البحرين، هما أفضل نتيجتين، ولغاية الآن لم يخطون أي طبق آخر. طبعا نسمع الحين، قاعد نشوف الحين هذا ميدان رقم 3، ومعنا الرامي خلود من قطر هي اللي قاعد ترمي، وبعدها سارة الأحوال من الكويت، ايضا ودنا نتحدث ابو جاسم عن لاعبات منتخب الكويت وايضا الخليج، يعني اللي عندهم مشاركات اللي عندهم اشياء تشوفها، نشرح على السريع لهم. طبعا شوف ما شاء الله رقم الكازاخستانيه الى الان ورقم 6 الى الان مسيطرين في عدم الاخطاء. طبعا خلود اللي هي رقم 6 رقم 2، الكازاخستانيه هي رقم 6. طبعا اللي قاعد يرمون، احنا قاعد ننتقل على ميدانين، ففي مرات راح نشوف النتائج على ميدان رقم 3 وميدان رقم 4. يعني نفس الحين النتيجه هذه اللي طالع ويانا على الشاشه مالت شهد الاحوال، الحين قاعد ترمي وهي حققت 8 اهداف من اصل 11 طبق، عفوا 9 اطباق، يعني 8 جيد. 8 طبعا طبعا الحين بالجوله ما في احد لم يخطي اي هدف. لو لاحظ اخوي الرمايه شلون فرقت معاهم في اليوم الاول، كوضوح لرؤيه الاطباق نشوف انه ما في رامي لم يخطي اي طبق، فهذا يدل ان صعوبه الاطباق في الرمايه في اليوم الاول، ونتمنى لهم التوفيق في هذه الاجواء ان شاء الله في بطوله التراب يوم يعني الاول. الاخطاء تحدد هل هو الجو ولا الرامي ما دخل اجواء البطوله؟ لا احنا نقول هو ان شاء الله يكون داخل اجواء البطوله، بس الرمايه في هذه الاجواء تكون صعبه للرامي. نعم. وخاصه في بدايه اول مسابقه اول يوم له في صعوبه، يعني انت تدخل اختبار صعب على طول، يعني ما يمديك حتى تقول بسم الله. نعم. عسى الله يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. ابو جاسم ودنا نتكلم ايضا عن الملاعب، الأخطاء طبعا
الأخطاء دائما اللي تصير في الملاعب من اللاعبين، يعني من الرماد، يعني أخطاء تكون يعني أخطاء دائما يحرص عليها الحكم توجيهاتهم. شنو التوجيهات اللي للحكام قبل دخول لاعبيننا؟ التوجيهات اللي يقولوا لهم مثلا لا تسوي كذا لا تسوي كذا الأخطاء. احنا اهم شيء عندنا هي الامن والسلامه، فلو نلاحظ مثلا الرامي ما يسكر سلاحه في الجوله الا اثناء الرمايه داخل المحطه، فهذا اهم يعني شيء يقول للحكم للرامي سيفتي عندك، ما يكون سلاحك مسكر خارج المحطه، والذخيره ما تنحط داخل السلاح الا في المحطه اثناء الرمايه فقط اثناء الجوله. نوضح ابو جاسم. نعم. مشاهدينا الاعزاء، مسكر يعني انه يكون يعني يكون مغلق السلاح وجاهز للرمايه. اي هذا غلط، هذا غلط. لو غلط يعني السلاح من ينكسر من ترمي من ترمي شوف تكسر السلاح على طول، ما تخليه مسكر. فكأمن وسلامه حق الميدان يعني على طول، لو لاحظ بعد التصوير شوف رمت على طول تفتح سلاحها وتنتظر دورها مره ثانيه على طول. السبب امن وسلامه، وتكون للرامي الاخر انه يدل ان سلامه الميدان وجاهزيته انه ما في احد قاعد يرمي غيره. ونفس الشيء داخل الميدان ممنوع كامن وسلامه للحفاظ على يعني ارواح الرماد او هذا في شكل خطا يكون الرامي مسكر سلاحه ويرمي السلاح، تدري هذه ذخيره حيه وفي مكان مثل ما نقول في رمايه حيه، فلازم امن وسلامه يكون الرامي فقط اللي عليه الرمايه هو اللي يكون جاهزته الرمايه ويرمي، الباقي ان يكون فاتحين سلاحهم في شكل امن. صحيح. لازلنا أعزائي المشاهدين متواصلين معاكم في نقلنا لبطولة الكويت الدولية، بطولة أمير حفظ الله ورعاه المقامة على النادي الجميل نادي الرماية الكويتي في طبعا ميادين حاليا أغلب الميادين عمل فيها في هذه البطولة، ولكن متواجدين احنا في ميدان، نرى أمامنا ميدان 4 وأيضا ميدان 3 في نقلنا وتحليلنا مع الكابتن والحبيب محمد الفهد ابو جاسم. الله يحييك ابو صقر. الله يحييك ابو جاسم. الاجواء جميله، فرحانين في الاجواء. اي والله احنا مستمتعين والامانه. نعم. في هذه. نعم. الاجواء صحيح. بطوله مميزه، وبطوله مميزه ولله الحمد. البطوله يعني توني على هالكلام يا ابو صقر، الامانه قاعد اسولف مع ناس مشغلين الميادين. نعم. وكنا نتكلم ها شلون الامور بطوله، يعني كحديث ودي ما في له يعني اي نوع من المجامله. طبعا يوم قاعد اسولف وياه واساله عنها شلون المشاكل عندك بالميدان، هل حصلت مثل تاخير، هل في مشاكل يعني كاداريه وهذا، يعني اساسا نصلح. يقول لي الحمد لله ان الامور وايد ممتازه والبطوله وايد يعني مستقره وما فيها اي مشاكل بالميادين اعطال ولله الحمد. نشكر جهود كل من يعني عمل على هذا. نعم. الـ يعني تجهيز الميادين بهذه الصوره. صحيح. وتوفير كل احتياجات الرماد والمشغلين في هذه الميادين. صحيح. والله يعطيكم الصحه والعافيه انتم يعني لجنه اعلاميه وزاره الاعلام على تغطيتكم هذا يعني الحفل الله الجميل. الله يجزاك خير يا ابو جاسم، وانت كذلك يعني استمتعنا معاك في نجاح هذه البطوله. الله يوفقك. بس احنا خايفين على طول تنضم للوزاره. لا ابدعت والله يا ابو جاسم، ما هي مجامله ولا شيء. ابدع في ميدانه على قولتك يا ابو صقر. انا هذا يعني الميدان كل يوم احنا فيه، فمتعودين احنا بنتكلم ونشرح حق المشاهدين. صار صار لك طلب قبل شوي نشوف مشكله. نعم. الماكينه وزنيه الطبق كان في احتجاج من راميه ان حق الاحتجاج له حق الاحتجاج في. نعم. رؤيه الاطباق انه غير واضح او غير مكانه المطلوب، فيوم بس شرحنا ووضحنا النقاط اللي موجوده عندها فقبلت الموضوع التوضيح ووافقت على رمايه الاطباق وبدات الجوله الحمد لله بدون اي ملاحظات او مشاكل اخرى. نعم ابو جاسم، بعد اذنك ندخل على الاسماء عشان مشاهدينا الاعزاء. اي نعم. الان اللي عندنا قاعد يرمون في ميدان 4 كازاخستانيه. اي نعم، هذا الكازاخستانيه في ميدان 4 اللي هم المشاركه قديمه. اي هذه قديمه وهي كان من فئه الجونيور وهي راميه قديمه للامانه. طبعا الرماد اللي موجودين معانا في ميدان 4 هي فاطمة عبد الملك من الكويت ومريم من البحرين وري
من لبنان وشهد الحوال من الكويت وباول من الفلبين وأسان الكازاخستانية اللي تونا قاعد نتكلم عنها من كازاخستان. طبعا هي رامية كانت في فئة الجونيور في وقت سابق والآن انضمت إلى فئة السينيور المشاركة فيها، ونتمنى التوفيق والنجاح في هذه البطولة وتحقيق مركز اللي يرضي إن شاء الله طموحها إن شاء الله. طبعا ابو عبد الله، ابو عبد الله ابو جاسم، نعم، نبي نتكلم ايضا عن تفاصيل السلاح، نشوف اسلحه غير مثلا ستاند او الامور هذه. نعم طبعا نتحدث كل سلاح عن اجزاء المهمه في السلاح، يعني نشوف نعم. امامنا سلاح شنو اللي يتبدل، نشوف الخشب، نعم. الامور الستوك اللي على أي. على الصدر أي. هذا يكون متغير، هذا يعني اغلب الرماد يتم تغييره لهم الستوكات في لعبة التراب أو أي لعبة أخرى، بس لعبة التراب مهم لأن تركيبة السلاح على الخد أو مثلاً قصة الوجه، تدري أنت الخد سبحان الله من 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 شخص لآخر تختلف، فيفصلون الستوك هذا في معامل مخصصة له ويكون على الرامي على وجهه مثل ما تقول طبعه، فلما يركب السلاح ما يتغير مساره مع العين أو مع حركة الجسم، فهذه مهمة للعبة التراب. طبعا احنا نشوف اغلب الرماد يحرصون على تغيير الستوك وضبطه على جسمهم او على قول جمجمة الراس على اساس ان تكون راكب الستوك بالضبط على المسافة او العين والجسم بالضبط، يعني طبعا هذه كلها تفاصيل داخل المصنع، اشياء صعبه شويه اكيد، واحنا منتخبنا الكويتي يعني كل مشاركه له، خارج مثلا لما يروحون ايطاليا يجهزون ستوكات لكل رامي جديد في المنتخب، وهذه تكلفته ترى عاليه يا مصقر، يعني الشيء هذا مو هين للامانه، يعني تتكلم عن 2000 دينار على ستوك او في ارقام تتراوح اعلى او انزل على مستوى الخشب ونوع الخشب، هل هو زيتون هل هو خشب يعني درجه ثانيه، طبعا كلها هذه مكلفه الرامي، ويعني لو مو حبته او هوايته لهذه الرمايه فما راح يتكلف، يعني امور نتكلم فيها يعني كاستم على قولتهم، مو ما هي اشياء ستاندر يعني حق للرماد متوفره بالاسواق. صحيح. في حدث يمكن العالم يعرفه اللي رامينا فهيد اللي ممكن كسر سلاحه. اي نعم. إيه نتكلم عن الوضع هذا يعني. والله يا اخوي ايامها كانت البطوله كان مشارك في الاولمبيات وكان حدث عنده خطا مشكله في سلاح بس بالتريجر. ما يكون في بديل ابو جاسم؟ هو شوف في بديل لتريجر مثلا، بس اذا كان الخلل بالقالب نفسه مال السلاح مو بالتريجر، التريجر احنا نقول الزند مكان الرمايه فقط، فكانت هي عندها مشكله داخل التريجر مع تركيبته بداخل الشوزه، فيعني اعتقد انه تم اصلاحه مره داخل المحطه داخل الميدان ولم يعني يتم اصلاحه يعني بالطريقه الصحيحه، وتم تبديله بعدين في فتره لاحقه لسلاح مال فهد الدحاني يوم رمى عليه، وبعدين شخص بن احمد اعطى اعتقد انه اهداه سلاح في مواصفات يعني كانت خاصه يعني حق الرامي فهد الدحاني، عسى الله يرحمه ويغفر له، وكان هو يعني من المشجعين للرمايه وكان داعم الاساسي يعني للرمايه، عسى الله يحفظهم ان شاء الله من كل خير، طبعا كل الداعمين لهذه اللعبه الجميله. صحيح. مواقف تسجل طبعا اللي حدثت مع رامينا ابو ساير الله يحفظه طبعا، ومن من الرماه المميزين. ابو نشوف السلاح اللي قدامنا في الاخر شيء في نفس السنان يعني اللي مساند للوجه تقريبا. ايه انا اشوف السلاح الثاني هنا في رماد يكون عندهم بصقر الرماية تكون مثل طلعت للطبق سريعة، فنشوف يرفعون الجسر اللي فوق 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 السبطانة، هذا الجسر في ناس يعني رمايتهم تكون بهذه الطريقة فيرمونه، يعني يرمون بطريقة سريعة يرمون يرفعون الجسر، في ناس لا يكون مركبين شوكات مختلفة رمايتهم شوية تكون بطيئة، يعني كل رامي عن رامي تفرق قياساته، طبعا هذه القياسات يحددها المدرب مع نقول احنا الاداريين او الفنيين معاه في الرمايه، فيعطونا الراي الافضل له كرامي هو، طبعا من رامي لرامي تدري قدرات يا ابو صقر، وعسى الله يوفق الجميع ان شاء الله، ونتمنى لهم الرمايه الجيده لهم ان شاء الله. ابو جاسم
ودي اتكلم عن القادم، يعني عن الساعات القادمه عشان مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا على الهواء مباشره يشوفون شنو القادم. الحين قلنا عندنا رمات على او راميات على 4 وعلى 3، نعم. نتحدث عنهم وننتقل على المرحله الاخرى اللي القادم ان شاء الله. ان شاء الله بعد انتهاء الجولات الحين، طبعا الناس ما قاعد نشوف الحين اخر 3 اطباق في كل جوله اللي قاعد يرمون على ميدان رقم 3 وميدان رقم 4 تقريبا، هم الحين اخر الجوله. طبعا من ينتهون الجوله راح تبتدي الجوله اللي بعدها اللي هم الرجال فئه السينيور، راح يرمون عندنا في ميدان رقم 3 المجموعه رقم 7 مارتين من ايطاليا وسعد الخاطري من عمان واحمد من البحرين وكونبي من تايبي وناصر المقلد من الكويت وسعيد من قطر. طبعا هم راح يكون معانا الرومات على ميدان 3 وميدان رقم 4 راح يكون معانا ديلمان من سوريا وعندنا يوسف من الكويت وعلي من العراق وطلال رشيد من الكويت وعبد اللطيف من عمان وراشد من قطر. طبعا هم اللي راح يكونوا رامين معانا في ميدان رقم 4. نشوف يمكن جولتنا خلصنا ابو جاسم الجوله هنيك، نعم. هذا اللي لابد اللي من اللاعبين لابد يوقعون على لابد يعني الورقه، نعم. انه خلاص انتهى، اعتمدوا نتيجتهم، اعتمدوا هذه النتيجه اللي ظاهره كانت معنا على الشاشه، نعم. ان هذه نتيجتهم صحيحه، صحيح. وغير لا يوجد اي اعتراض عليها او اي مثلا خطا في عرض النتيجه. طبعا عندنا فاطمه عبد الملك حصلت على 16 هدف من 25 ومريم من البحرين حصلت على 20 وحصلت عندنا ري من لبنان 19 وحصلت شهد الاحوال على 17 وطبعا كان في غياب من الفلبين، اي نعم. نعم من الفلبين غياب عليها فنشوف رقم 5 ما في اي نتيجه، نعم. والراميه الكازاخستاني اسهان من كازاخستان حصلت على ما يعني ما راح. شفت النتيجه بس اخر نتيجه الراميه الكازاخستانية. والحين نشوف معاكم اعزائي المشاهدين ميدان رقم 3، نعم. واستكمال هذه جولتهم الاولى في مسابقات التراب سيدات. طبعا الناس ما قاعد نشوف قدامنا يعني طبعا الاعلى رقم للكازاخستانيه ماريا الحين قاعد ترمي واصابه صحيحه لها بعد من الطبق و20 هي حاصله وبعدها راح تكون الراميه اسمى من الكويت. والامانه احنا قاعد نشوف شويه رمايتها مو يعني المستوى اللي نتمناه ونتمنى لها ان شاء الله رمايه جيده في ايام المسابقه القادمه ان شاء الله يا رب. والرامية طبعا لي من لبنان حاصلة على 19 طبق لغاية الآن. أبو جاسم ودي أتكلم عن العنصر النسائي ولا الراميات، نعم. نتكلم عنهم عموما في العالم، نعم. في العالم شلون، نعم. المشاركة شلون يعني تشوف مشاركة أيضا الدول الخليجية في لعبة الرماية؟ بالأمانة عندنا ناس ما قاعد نشوف أمامنا، يعني احنا نتكلم المشاركين فقط في هذه البطولة من السيدات في هذه المسابقة، نعم. ما يقارب عندك 21 رامي في لعبة واحدة في مسابقات نوع لعبة التراب، فهذا 21 رامي يتكلم يعني عدد ما هو بسيط. والأمانة عليها إقبال واهتمام من العنصر النسائي، والحمد لله يعني حتى احنا عندنا نادي الرماية دخول هذه السنة أول سنة يعني تقريبا دخول مدرسة الرماية السيدات ويشاركون معنا في البطولة يعني المحلية، كان عددهم يمكن 5 رمات سيدات، وفي فئة عمرية الجونيور نتكلم مو السينيور، يعني اللي مثلا تكون متدربة أو فوق 22 سنة، لا اللي هم نتكلم أقل من 21 سنة. وهذه الفئة اللي احنا ك يعني مثلا إداريين أو أي مثلا رامي أو مدرب يتمنى يفضل هذه العمرية الفئة، ليش؟ لأن تكون خامة جديدة على الرماية وفيها يعني طاقة أنها ترمي أو تتطور لي قدام لما تشارك فيها عندها خبرة، لأن في عمر صغير هي دخلت معانا الرماية. ونتمنى
يعني اللي حاب او اللي وده يكون رامي او حاب لعبة الرماية يزورنا النادي ويشوف الرماية ويتعلم، واذا كان حاب انه يشارك ويتدرب ويانا احنا فاتحين له طبعا مجمع ميادين الشيخ صباح احمد الجابر الصباح تحت امره ونادي الرماية الكويتي، يتمنى لهم يعني قدومهم او مشاركتهم في الرماية في داخل الميادين الاولمبية. نعم. صراحة ابو جاسم ودي يتكلم ايضا عن ميدان أربعة، شنو القادم يعني الحين ابتدوا معانا ناس ما تكلمنا الرجال اللي راح يكون الرماة على ميدان رقم أربعة، ناس ما قاعد نشوف الحين طريقة تيست فاير او فحص الذخيرة والسلاح عندهم، طبعا هم المشاركين الحين قلنا احنا دلمان من سوريا ويوسف الرشيدي من الكويت وعلي الشمري من العراق وطلال الرشيدي من الكويت وعبد الله ظاهري في اسماء جديده راشد العذبه من قطر، طبعا هم كلهم رماة قدامى واسماء يعني معروفين في مجال الرمايه وفي ميادين رمايه لعبه التراب، وهم رماة دوليين نفس مخونا يعني ولد ابو طلال الرشيدي نصبح عليهم بالخير، طبعا هو رامي ما شاء الله مميز في الرمايه الدوليه طبعا والأولمبية. نشوف في ميدان نعم. ثلاثة عندهم شويه مشكلة في ميدان ثلاثة تم اعتراض الرامية على طبق. نعم. واعتقد ان الاعتراض على الطبق اصابة او غير اصابة، والان ننتظر الحكمة هي الابراهيم ونسي صبح عليها بالخير. نعم. ونحييها على ادارتها لجولة السيدات في ميدان ثلاثة. بداية إصابة صحيحة لها. نعم. رامي خلود. نعم. وصبح على أخونا أبو صقر فواز صقر يعطي العافية، اليوم من الصبح ما بالميادين وضبط الميادين على الأجواء أبو صقر اللي كنا قاعد نسولف عنها، القيم والهواء اللي يانا اليوم بداية اليوم، وطبعا نفس ما قاعد نشوف الحين أخواننا مشاهدين قناة المحطة رقم ميدان رقم ثلاثة قاعد يخلصون آخر جولة لهم سيدات، وبعدها راح نكمل مع الرجال في ميدان رقم ثلاثة. نعم راهي مسكنت بحاتي المريخ إذا دش. بس الحمد لله ما في مريخ، مطار خفيفة كانت بداية الصبح ووقف، والأمانة يعني بين الرؤية غير واضحة للرماة وفي صعوبة في الرماية لهم. من الأخطاء. الرمات في سكورات متدنية جدا. إيه. هذا يبين على استعداد الرامي مدى جاهزيته في رمايته في هذه الأجواء. طبعا سكواد رقم 8 للرجال عندنا دلمن من سريلانكا، يوسف طامي من دولة الكويت، علي شمري من دولة العراق، طلال الرشيدي من دولة الكويت، عبد الله سيف من عمان، وراشد العذبة من دولة قطر. أتمنى التوفيق في بدايتهم اليوم الأول للرماية على أول 25 طبق في مسابقات التراب فئة الرجال سينيور. البطولة عندنا 6 فرق للرجال مشاركة، كل فريق مختار من 3 دول من 3 أشخاص، عندنا دولة مملكة البحرين مشاركة فريق، دولة قطر، دولة لبنان، سريلانكا مشاركين فريق، سوريا مشاركين فريق، وأخيرا دولة الكويت مشاركين في فريق، رامي خالد المضف، طلال الرشيدي. نعم. أتمنى كل المنتخبات والأفريقة المشاركة معانا توفيق في هذه البطولة في مسابقات التراب اليوم الأول، وأول 25 طبق يرمون اليوم وبعدها يرمون 25 طبق أخرى، ويكون منتهين من اليوم الأول الرماية وتسجيلهم أول 50 طبق، ونشوف النتائج معاكم إن شاء الله بعدين على 50 طبق من أول يوم لعبة التراب في مسابقات.
التواجد الحالي في ميدان رقم 3 في ميدان رقم 3 من دولة إيطاليا أليساندرو، من دولة عمان سعيد الباقري، من دولة مملكة البحرين أحمد شهاب، ومن دولة تايوان كون بي، ومن دولة الكويت ناصر المغلد، من دولة قطر سعيد المشاري. اللفة الأولى على الطبق الأول إصابة صحيحة لجميع الرماد في ميدان 4، راح يرمون 25 طبق في 5 لفات متتالية على 5 محطات. عدم إصابة من الرامي يوسف طامر الرشيدي. بطل طلال رشيدي. طبعا لعبة التراب تعتمد على خروج 15 طبق في زوايا مختلفة لكل رامي، ويرمون عليهم على مسافة الرماية تكون 76 متر، فللرامي صعوبة في هذه الأجواء كرماية، ونتمنى لهم التوفيق، وهذا يدل الحين مدى استعداد لكل رامي في مسابقة ورمايته على هذه الأطباق. طبعا مصقر، ناس ما تكلمنا على موضوع القوانين أو الاشتراطات، نبي نتكلم على لعبة التراب وقوانينها واختلافها عن لعبة السكيت في الرماية. التراب الاختلاف الرئيسي بلعبة بين التراب والسكيت اللي هو توجيه السلاح، جاهزية الرماية للرامي. في لعبة السكيت لازم الرامي ينتظر الطبق خروجه من الماكينة أساس يركب أو يوجه سلاحه ويحصل الرماية الصحيحة، وبعدها يتم الرماية عليه. أما التراب يكون مستعد مثل ما انتم شايفين، يكون سلاح راكب على الستوك على الخد وجاهز الرماية، على زينة جاهز الرماية. مجرد ما يطلع الطبق من الحفرة، طبعا كل حفرة قدام الرامي يكون فيها 3 مكاين، مكينة جهة اليسار، مكينة على اليمين، ومكينة استريت الهدف السيدة. وطبعا كل هدف معير طبقا لجدول معين من الاتحاد الدولي رماية معتمد، يكون هذا السكيم هو المعتمد في الميدان، ورماية الأطباق بشكل متسلسل في زوايا معينة لكل رامي. طبعا الناس ما قاعد تشوف في احتجاج من أخونا الرامي عبد الله طلال الرشيدي، وإعادة الرماية على طبق، ويحق للرامي الاحتجاج إذا كان الطبق مكسور أو في خلل فني يتم الرماية عليه أو إعادة الرماية عليه. وإلى الآن نشوف الرامي رقم 1 اللي هو لم يخطئ بأي رماية، اللي هو دلمام سريلانكا، وعندنا الرامي راشد العذبة إلى الآن لم يخطي أي هدف، وهذه الرماية تعتبر رماية التراب من الرمايات اللي هي تحتاج تركيز في وهدوء في الرماية، تختلف عن لعبة السكيت في الرماية. لاحظ اغلب الميادين صراحه وانا فيهم في اخطاء كثيره من الرمات، عدم اصابه، واعتقد السبب ان الجو اليوم غيم يختلف. نعم. عن التدريب الرسمي. صحيح صحيح، امس كان شمس ورياح واضحه، اليوم شويه مريخ، وهذا يعتبر من التحديات قدام الرمات ان يتبين شطاره الرامي او جاهزيته التدريب وجاهزيته حق مثل هذه الاجواء. بعد
سكواد 7 بميدان 3 مستمرة الرماية الرامي من دولة تايبي هو يانكونبي وبعدها ناصر المقلد بالمناسبة ناصر المقلد أعتقد توه حقق بكرواتيا هي هذا البورد بداية أول طبق لهم أتمنى لهم التوفيق. أعتقد ناصر المقلد حصل على في بطولة كرواتيا على ميداليات كان هو مع أخون عبد الله أو طلال رشيدي كان مشارك معاهم في كأس العالم وإضافة إلى الرامي الثالث والله ما يحضرني اسمه وكان حضورهم هم طيب للأمانة في مسابقات الكأس العالم اللي مقامة كانت في كرواتيا وفي عدم مشاركة من الرامي عبد الرحمن الفيحان نعم هو كان وياهم مشارك كانت بطولة بطولة كرواتيا واعتذر على هذه البطولة لأسباب أعتقد ما أدري والله لا أعلم فيها فشفت أنا كان موجود ويانا بس كان معتذر يعني هو ونصبح عليه اللي يكملون باقي المنتخب الاول للرمايه اي صحيح واتمنى له التوفيق وما يشوف شر ابو فهد ميدان 4 مستمرين للرامي عبد الله سيف من دوله عمان اصابه صحيحه عدم اصابه للهدف وراشد العذبه الحين هو اللي راح يرمي هو اللي قائد المجموعة ما شاء الله إلى الآن محقق سكور كامل 7 أهداف من 7 أهداف أتمنى التوفيق وباقي رمات الجولة شوف لو تلاحظ بجاسم سلاح راشد العذبة هذا مركب السلاح اللي كنا نشوفه بالدبل تراب أغلبهم تصور عليه وهو راشد كان يتوقع رامي دبل تراب اللعبة اللي تم إيقافها فأقرب لعبة لهم بعد الدبل تراب راحت التراب تقريبا مشابهة بس فنشوف حتى سرعته في الرماية بصقر سريعة مقاربة للعبة الدبل تراب والجسر هذا يركبونه هل دبل تراب للرماية السريعة اتمنى له التوفيق في لعبة تراب اخونا راشد العذبة وما شاء الله يعني حضوره مميز في اليوم الاول اتمنى له التوفيق والنجاح شوف السلاح الجسر جدا عالي وكان جدا مفيد بالنسبة لهم حق رماية الدبل تراب انه مجرد ما يشوف الطبق خارج يكون يصير على نيشان راكب تخطيم واحد صحيح فسبحان الله يعني اللي تعود على جسر او نوع سلاح او طريقه معينه في الرمايه خلاص تستمر وياه يعني حتى لو تغيرت اللعبه فلقيتهم القالب واحد مال الرامي ملاحظ الرامي يوسف طامي الرشيدي محقق الى الان 7 أهداف من 9 عنده خطأين فقط وهذه له ترى أول دخول له في مسابقات هذه السنة بالمناسبة كان جونيور معانا منتخب الكويت ودخل معانا لما كمل 22 إلى فئة السينيور أتمنى له التوفيق وهذه بالنسبة له خبرة ويكتسب خبرة في احتكاكه مع الرماد دوليين يعني يسبقونه في فئة العمرية في فئة السينيور نرجع ميدان 3 للرامي ناصر مغلد من دولة الكويت إصابة صحيحة للهدف وبعدها رامي سعيد أبو شارب من دولة قطر نعم. سعيد هم رمات مميزين للأمانة يعني مشاركاته جدا جميلة ويعني كرامي مميز للأمانة وما شاء الله يعني المنتخبات الخليجية كلهم مميزين واللي حاضرين معانا رمات ذو خبرة وذو يعني مجال قديم وكبير في الرماية أتمنى لهم التوفيق وأعتقد أن بعدها راح يكون عندهم مشاركة في كأس عالم في دولة قطر أتمنى لهم التوفيق في بطولة كأس العالم مباشرة بعد نهاية هذه البطولة راح يتم انتقال أقلب الوفود وأقلب المشاركين في مسابقات تراب إلى دولة قطر كأس العالم توني تأكدت من اللجنة المنظمة ما عليها كوتة أولمبيات ما عليها كوتة راح تكون كوتة إن شاء الله عندنا بالكويت
2023 ان شاء الله. ان شاء الله نهايه السنه في راح تقام ان شاء الله باذن الله اذا تم اعتمادها، وتكون في كوتات اللي هي كرت اللي يحق للرامي دخوله للاولمبيات، وهذا كهدف او طموح لكل رامي في مسابقات التراب انه يدخل للاولمبيات ويشارك فيها في باريس 2024. انا اعتقد تم حصول بعض الرماه بس مو من دوله الكويت. اي اللي راشد عندنا من راشد للعذبه اللي يرمي سكيت. اي حصل على كوتا في كرواتيا وتاهل للاولمبيات، واعتقد في رماد كانوا من امريكا الرامي المميز السكيت هانكوك حصل عليها في كرواتيا، ونتمنى ان شاء الله دولة الكويت يحصلون على الكوتا ويدخلهم الى الاولمبيات 2024. استعرض لكم جدول اليوم، حاليا الجولة الثانية في الميادين، في 5 ميادين، الميادين اللي شغالة 2 و3 و4 و5 و6 لرماية الإطراب. انتهينا أمس من منافسات السكيت. أخوي بجاسم، ودنا نعرف نتائج الفرق للسكيت أمس. السكيت أمس الحمد لله اللي حصلوا على نتائج السكيت والميكس تيم كانت الذهبية لفريق الكازاخستاني الأول، والسيلفر ميدل كانت للفريق الكازاخستاني أيضا الثاني، وبعدها حصل البرونزية على منتخب قطر، والبرونزية الثانية حصلها منتخب البحرين. طبعا كقانون لعبة الميكس تيم يحق للجنة أو اللجنة المنظمة والبطولة حصول برونزيتين في المسابقة، وحصل عليها القطر والبحرين البرونزيات في مسابقات الميكس تيم. هي اللعبه اشوف النتائج كلها متقاربه، يعني متقاربه، وكان في يوم حتى يوم دخولهم كانوا شوتوف، يعني قبل الله يدخلون الفاينل. يعني نشوف النتائج الفرق الاجماليه، رموا 137 رموا 137 الفريق الكازاخستاني الأول، الفريق الكازاخستاني الثاني أيضا 137، 135 دولة قطر، 133 مملكة البحرين، بعدها 136 بس أعتقد عبدالله الرشيدي وأفراح طعوا في الشوتوف. في الشوتوف أي نعم صحيح، في الشوتوف لأن النتائج كانت متقاربة. الفريق الأخير عبدالعزيز السعد وإيمان الشماع رموا 132 في الميكس تيم. مستمرين مع الجولات اليوم، إن شاء الله عندنا آخر منافسة أو آخر جولة راح ترمي الساعة 11:30، يعني الساعة 12 تخلص منافسات اليوم الأول. التراب راح يرمون اليوم 50 طبق، وباكر إن شاء الله راح يرمون 50 طبق ثانية لتكملة 100، وبعدها راح يرمون 25 ويرمون النهائي بإذن الله. وصلنا تقريبا طبق رقم 14، نهاية آخر رامي راح يكون راشد العذبة من دولة قطر، إلى الآن متصدر المجموعة 14 هدف من 14. أتمنى لنا نتيجة كاملة. رماية الرامي طلال الرشيدي، إصابة صحيحة، وحصل على 14 هدف من أصل 15، عنده خطأ واحد في محطة رقم 4. مستمرين معاكم في بطولة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الدولية السنوية الكبرى للرماية.
مستمرين ان شاء الله في منافسات البطوله الى تاريخ 3/3 اعتقد مغادره الوفود 3/3/2 النهائي راح يكون المكس تيم تراب اللي لعبت التراب. انتهينا بالاربع ايام السابقه من لعبه السكيت وحاليا في لعبه التراب. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في مسابقات التراب لجميع الفرق المشاركه معانا. تقريبا الحين نص الجولة انتهت وباقي أقل من 10 أطباق إن شاء الله. أنا قاعد أشوف نتيجة راشد العذبة ما شاء الله أنا مكمل ما شاء الله تقدر تحسب من 16 بعد نعم 16 طبق ما شاء الله. يعني راشد العذبة حضوره مميز وهو رامي أصلا قديم يعني وكان في لعبة الدبل تراب وانتقل إلى لعبة التراب وإن شاء الله يحقق مراكز ترضي طموحه في لعبة التراب يا رب. مستمرين للمجموعة رقم 8 لست رومات من دولة سريلانكا دلمان وانتقالنا إلى رامي أليساندرو من دولة إيطاليا في ميدان رقم 3. إذا ممكن الإخوان يعطونا نتائج ميدان رقم 3 رامي الأول أليساندرو حصل إلى الآن 11 عنده خطأ واحد رامي الثاني 11 نقطة بخطأ واحد يليهم رامي أحمد من مملكة البحرين بعشر أهداف خطأين بعدها من رامي من دولة تايبي كونبي ويليهم ناصر من دولة الكويت حاصل على خطأ واحد في المحطة الأولى وسعيد أبو شارب حاصل على خطأين من أصل 11 هدف. إلى الآن متصدر المجموعة الرامي راشد العذبة من دولة قطر في ميدان رقم 4 ب 18 إصابة من 18 هدف. رامي يوسف طامي الرشيدي لاحظ التركيز الشمري من دولة العراق يليه رامي طلال الرشيدي عدم إصابة الهدف طلال حاصل على عدم إصابة لهدفين من مجموع 19 طبق. انتقال إلى المحطة ميدان رقم 3 مجموعة رقم 7 رامي ناصر المغلد
نتائج ميدان رقم 3 إلى الآن نتائج مبشرة. الرامي رقم 4 من دولة تايبي إلى الآن حاصل على نتيجة كاملة برماية 14 هدف من أصل 14. ننتقل إلى ميدان رقم 4 رامي يوسف طامي. رامي علي شمري من دولة العراق آخر 5 أهداف في الجولة. راشد عذبة حصل على خطأ في طبق رقم 20. خطأ وراية من الحكم المساعد للرامي علي الشمري. خطأ آخر لرامي راشد العذبة. تستمر المنافسات الجولة اللي بعدها راح تكون مجموعة رقم 12 في ميدان 3 راح يكونون بدر ناصر العدواني من دولة الكويت، ألكسندر من دولة كازاخستان، أمين من دولة الوطن العربي، قصي من دولة سوريا، ماكسيم من دولة كازاخستان، وريشان من دولة سريلانكا. أما بالنسبة للميدان رقم 4 راح يكون في تدريب رسمي للجونيور. اليوم راح يرمون 50 طبق كتدريب رسمي وإلى انتقالهم للمنافسات البطولة باكر إن شاء الله في بداية أول 50 طبق. لاحظ ان في عدم اصابة كثيرة في اغلب الميادين، ونكرر السبب عدم صفاء الجو او تأثر رؤية او اختلافها من امس الى اليوم. الطبق الاخير للمجموعة رقم 8 من دولة سريلانكا على 19 هدف من أصل 25. رامي يوسف طامي الرشيدي حصل على 21 هدف من أصل 25. رامي علي الشمري حصل على 14 هدف. حاليا طلال الرشيدي حصل انتهاء الجولة الأولى ب 22 هدف. رامي عبد الله سيف من دولة عمان حصل على 21 هدف. الطبق الأخير رامي راشد العذبة محقق أعلى سكور في هذه الجولة 23 هدف. إلى أن يتم الانتقال للجولة الثانية نرجع لكم إن شاء الله الجولة القادمة اللي راح تبتدي بعد 5 دقائق.